ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Alize? This is your course plan, inshallah, for this month. Inshallah, we will start a new surah, Surah Al-Insan. Okay, now I will recite some ayat from Surah Al-Insan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. This is your course plan, inshallah. Jazakillahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.